ومصادر صرحت لنا بأن الجلسة ستكون دون الإطار التنسيقي، دون أيضا سيمضي أعضاء مجلس النواب الحاضرون الآن والذين سيتوجهون إلى قاعة المجلس، سيمضون للتصويت على رئاسة المجلس ونائبيه حاكم الزاملي وشيخوان عبد الله، ما يعني أن الجلسة ستكون دون الإطار التنسيقي من ناحية التصويت. هذه آخر المستجدات التي وصلتنا من مصادر خاصة لقناة التغيير، وهي مؤشرات لربما تكون إيجابية في سير انعقاد الجلسة وسير عمل أعضاء مجلس النواب الجدد وفي هذه الدورة. يعني محمد، حتى نكون واضحين وتصل المعلومة بدقة، اسمح لي زميلي، يعني الإطار التنسيقي سوف يدخل إلى قاعة البرلمان لتأدية اليمين القانونية ثم المغادرة دون التصويت على اسم رئيس البرلمان أو أحد من نائبيه. نعم، هذا ما وصل لنا من مصادر خاصة، بأن الجلسة حينما تكون بحضور الإطار سيكون لأداء اليمين الدستوري فقط، حتى أن هنالك من تحدث وقال بأن الإطار يسعى لدفع الجلسة إلى وقت متأخر أكثر لمحاولة الوصول إلى نقطة معينة، لكن بعد الذي شاهدناه من تحرك لأعضاء مجلس النواب وللكتل السياسية والمتوجه إلى قاعة المجلس، ربما ستنعقد وحضور الإطار التنسيقي سيكون مختصرا فقط على أداء اليمين الدستوري، وهو أيضا ما تحدث به عدد من قادة الإطار التنسيقي بأنهم إن لم يتوصلوا إلى اتفاق معين ومحدد سيكون حضورهم فقط لأداء اليمين القانوني. هنالك أيضا بيان صدر بعد البيان الأول الذي أرادوا به أو الاجتماع الذي أقيم على أساس تقديم أحمد الأسدي مرشحا منافسا أو بديلا عن حاكم الزاملي، أصدر بيان مؤخرا في نهاية الاجتماع وقالوا بأنه لن يرشح أحمد الأسدي لمنصب نائب رئيس مجلس النواب الأول. بالتالي ستكون الجلسة كما وصلتنا من تسريبات تمضي للتصويت على رئيس المجلس ونائبيه الذين تصدرت أسماؤهم مؤخرا: محمد الحلبوسي حاكم الزاملي نائب أول، وشيخوان عبد الله النائب الثاني. إذن هذه هي الأسماء التي تم الاتفاق عليها محمد، وسوف يدخل أعضاء الكتل الفائزة تحت قبة البرلمان للتصويت على هذه الأسماء. تم الاتفاق تقصد 100%؟ نعم، أغلب الكتل السياسية اليوم، معظم الكتل السياسية اليوم متفقة على هذه الأسماء، خصوصا اسم رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي الذي لم يواجه اعتراضا إلا من الإطار التنسيقي، وهو بعدده لن يشكل مشكلة إن كان هنالك توافق كامل من باقي الكتل السياسية. تعلمون بأن انتخاب رئيس مجلس النواب سيكون عن طريق النصف زائد واحد، أي نصف عدد مجلس النواب الكلي زائد واحد، والإطار التنسيقي لن يشكل ثقل كبير أمام الكتل المؤيدة والداعمة للسيد محمد الحلبوسي. يتحدث عن تقدم وعزم في يعني أولى الكتل وأيضا التيار الصدري والأكراد بشكل مطلق، حتى التركمان هنالك دعم من قبل قوى تركمانية لسيد محمد الحلبوسي من خلال أعضائهم، وهم أيضا مؤيدون لسيد محمد الحلبوسي، وأفادوا أيضا بأنهم سيتم التصويت على السيد محمد الحلبوسي اسما في هذه الجلسة.